اقرأ يا شيخ. قوله والعلم هي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على وجه الإطلاق. أي يعني تتعلق بالشيء مش معناها بالموجود، تتعلق بالشيء أي بالمعلوم سواء كان موجودا أو إيه؟ يعني بما هو معلوم. على ما هو به على وجه الإحاطة. إيه معنى على وجه الإحاطة؟ يعني علمه تعالى محيط. إيه معنى محيط؟ يعني كامل. يعني بقول لك عندك إيه؟ إحاطة. إيه معنى إحاطة؟ يعني عندك إدراك لجميع جوانب المعلوم، يعني ما فيش حاجة، ما فيش زاوية أو ما فيش مثلا قصور في شيء. العلم على وجه التمام والكمال، وهذا هو معنى الإيه؟ الإحاطة. ولذلك يقول الله بكل شيء محيط أو وأحاط، مش كده في آخر سورة الطلاق؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط، أحاط بكل شيء علما. يبقى الإحاطة معناها إيه؟ معناها الشمول، يعني ما فيش أي شيء ناقص. على وجه الإحاطة على ما هو به دون سبق قصر. على ما هو به، يعني على الشيء، على ما هو عليه، يعني به بمعنى عليه، دون سبق خفاء. وهذا هو الفرق بين العلم والمعرفة، لأن المعرفة تقتضي سبق خفاء، أما العلم فلا يقتضي سبق خفاء. يعني لما يقول مثلا عرفت أباك، شوف كده عرفت أباك، يعني ممكن يكون قبل كده أنا إيه لم أكن وعلمته صالحا، يبقى معناه ما كانش فيه قبل كده خفاء. شوف كده، شوف كده العلم تعلق بإيه؟ العلم يتعلق بإيه؟ المعرفة تتعلق بذوات الأشياء، والعلم يتعلق بأحوالها. يعني ما تقولش أنا علمت أباك، عرفت أباك وعلمته صالحا، يعني علمته صالحا، علمته عالما، علمته مثلا. يبقى العلم يتعلق بأحوال الشيء، والمعرفة تتعلق به بالذات. المعرفة تكتفي بإيه؟ بمفعول واحد، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فعرفهم. أما العلم عاوز مفعولين، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات. يبقى هنا ايه مفعولين مش مفعول واحد. فإن علمتموهن، مش بس علمتموهن مؤمنات. يبقى العلم يحتاج إلى ايه؟ إلى مفعولين. ولذلك لم يرد أو لا يطلق عليه تعالى أنه عارف، بخلاف الايه العلم يطلق عليه تعالى. ليه؟ ليه السبب؟ لأنه لا يقتضي سبق خفاء كما هو شأن الايه؟ شأن المعرفة. طب بعضهم قال لا، ده جاء في بعض الأحاديث أو في بعض الأخبار أنه يطلق عليه تعالى أنه عارف كما يطلق عليه أنه عالم. مش الحديث تعرف إلى الرخاء، تعرف إلى الله تعالى في الرخاء يعرفك في الايه؟ في الشدة. فقالوا بس هنا ما في، هنا من باب الايه؟ من باب المشاكلة، زي نسوا الله فايه؟ فنسيهم. ده بس وقعت ايه؟ كلمة يعرفك في مقابل تعرف، هذا من باب الايه؟ المشاكلة. زي ومكر ومكر الله، يعني عرفني أعرفك، زي كده من باب الايه؟ المشاكلة. زي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ايه؟ ما في نفسي. العالم نعم؟ العالم يسبق جهل، تقدرش عن سنة. نعم برضو مش عالم، ما هو ما قالوش سبق جهل، خد بالك برضو هو قال الكلام سبق خفاء. سبق ايه؟ خفاء. وفي فرق بين الخفاء والجهل، اصل الجهل فيه بسيط وفيه ايه؟ وفيه مركب. فالخفاء لا يقال جهلا، ده كان خافيا ثم ظهر. يلا
على وجه الإحاطة على ما هو به دون سلف خفاء. كذا قال الكمال. كذا قال الكمال، سيدنا الكمال ابن الهمام، مش كده؟ وهو أحسن. وهو أحسن مما قاله سعد وغيره من أنه صفة. أي معنى وهو أحسن؟ يرجع إلى إيه؟ وهو أحسن. ها؟ التعريف، يعني عاوز يقول لك التعريف ده أحسن من التعريف اللي جاي اللي هو هيقوله سيدنا الإمام السعد، يعني الاثنين على عيننا وعلى رأسنا، لكن ده أحسن. وهو أحسن مما قاله السعد وغيره من أنه صفة وجودية قائمة بذاته تعالى ينكشف بها المعلوم على ما هو به. ايه المشكلة او ايه اللي خلى تعريف الكمال ابن الهمام احسن من تعريف السعد؟ لانه قد اعترض عليه، على مين؟ على السعد، بوجوه. لانه قد اعترض عليه بوجوه، منها أن التعبير بالانكشاف يوهم سبق الخفاء. يعني شوف كده تعريف الكمال ابن الهمام أو التعريف اللي اختاره الشيخ البيجوري بيقول إيه؟ العلم صفة وجودية، مش كده؟ قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو به. هل ذكر كلمة ينكشف؟ إنما السعد راح قال إيه؟ صفة وجودية قائمة بذاته تعالى ينكشف. كلمة ينكشف أصلا لا يمكن يقال كلمة ينكشف إلا لحاجة ما كانش منكشفة، عشان كذا جاء الاعتراض من كلمة إيه؟ ينكشف، لأنها توهم أن هذا الشيء لم يكن منكشفا أو كان خافيا عليه تعالى ثم انكشف له، مع أنه تعالى يقول إن الله لا يخفى عليه شيء. يبقى الداعي نجيب كلمة إيه؟ ينكشف. ولذلك في كتب أخرى يقولوا مكان كلمة ينكشف يقولوا صفة وجودية، يقولوا إيه؟ يتأتى بها، أو يجيبوا عبارة غير كلمة، أو يكون بها، هكذا. المهم إيه؟ حاولوا يعني يجيبوا إيه؟ ولكن حاجة اسمها بيسموها كده ضاقت عليهم العبارة، ما هو يعني اللغة لم تسعفهم، ما لقوش كلمة، بس طلع الثاني شاطر راح قال ليه تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو به دون سبق خفاء. لو الثاني قال نفس الكلام ده قال ينكشف بها المعلوم، ما دام قال ينكشف يبقى معناها كان في سبق إيه؟ سبق خفاء. عشان كده قال لك هذا التعريف أحسن مما قاله من السعد. منها أن التعبير بالانكشاف يوهم سبق الخفاء، لأنه ظهور لشيء بعد خفائه، وذلك يقتضي سبق الجهل وهو مهال عليه تعالى. ومنها أن التعبير بالمعلوم يقتضي أن صفة المعلومية ثابتة قبل الانكشاف. يعني شوف هنا بيقول إيه؟ الأول قال صفة عشان تفهم الفرق بين التعريفين، صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة. هنا في التعريف الثاني قال ينكشف بها المعلوم، كمان كلمة المعلوم أوقعت في إيه؟ في اعتراض آخر. في التعريف الأول لم يذكر كلمة الإيه؟ المعلوم، فراح قال إيه؟ على أن التعبير أو التعبير بالمعلوم يقتضي أن صفة المعلومية ثابتة قبل الانكشاف، مع أنها لا تثبت له إلا بعده. فهمت كده؟ لما تقول ينكشف بها المعلوم، إيه اللي انكشف؟ المعلوم. طب ما هو معلوم، يبقى كيف ينكشف؟ ده لا يكون معلوما إلا بعد الإيه؟ بعد الانكشاف. إن كان معلوم يبقى إيه معنى كلمة ينكشف؟ فشوف الدقة، دقة الجماعة دول المتكلمين في اختيار العبارات.
شوف احنا لو عرضنا عليك التعريفين من غير ما تناقش ومن غير ما تقارن تقول لا تعريف السعد احسن، بس عشان السعد التفتزاني وعشان الكتب اللي ألفت، لكن ما عندكش انت ميزان بتوزن بيه، انت بتغتر بالايه؟ بالاسماء والحواشي والكتب، يبقى طالما قالوا السعد يبقى هو الاحسن، ليه كده؟ فشوف المقارنة تظهر لك مين اللي ايه؟ شوف كلمتين ينكشف بها المعلوم، كلمة ينكشف توهم انه، وكلمة المعلوم يبقى معناها ثبت انه معلوم قبل الانكشاف، مع انه لا يكون معلوما الا بعده. هو كده اللغة كده. ومنها أن التعبير بالمعلوم يقتضي أن صفة المعلومية ثابتة قبل الانكشاف، مع أنها لا تثبت له إلا بعده. كده مفهوم ال طه. وإلا لكان انكشافه وإلا يعني ولو كان الصفة المعلومية ثابتة قبل، كلمة وإلا تقدر الكلام ده كله، وإلا يعني لو كان الصفة المعلومية ثابتة قبل الانكشاف لكان انكشافه تحصيلا للحاصل وهو محال. يعني معناه كأنك قلت انكشف له تعالى ما هو منكشف له، يبقى ده ما فيش، يبقى ده عبث، تحصيل حاصل. واضح؟ اللي مش فاهم اي عبارة يسأل عنها. ومنها ان المعلومة مشتق من العلم والمشتق متوقف عن المشتق. هذا كمان ده حاجة تانية، اعتراض تاني ده. خلاص عرفنا لو كان منكشفا قبله وانكشف بعده لكان تحصيلا لليه؟ للحاصل، وتحصيل الحاصل محال. ومنها أن المعلومة مشتق من العلم، مش في مشتق ومشتق منه؟ فين المشتق منه؟ ليه انت خلت العلم هو المشتق منه وما خلتش ليه ما عكستش؟ قال انه مصدر، والمصدر هو ايه؟ اصل المشتقات. كويس كده، الله يفتح عليك. يبقى العلم مصدر، ومطالما هو مصدر يبقى معناها المعلوم مشتق من ايه؟ من العلم. وبعدين المشكله اللغويه هنا، والمشتق متوقف على المشتق منه. ومن المقرر ان المعرف متوقف على تعريفه، يعني المعرف متوقف على المعرف، وقد أخذ فيه ما هو متوقف عليه. يبقى معناها إيه اللي هيحصل هنا؟ ما دام ده متوقف وده مأخوذ في التعريف، يبقى هيلزم إيه؟ أن كل منهما متوقف على الآخر، وهذا يسمى إيه؟ دور. والدور باطل ولا مش باطل؟ ارجع الى أدلة بطلان الدور والايه والتسلسل. لما اقول لك مثلا عرف العلم تقول لي هو الايه؟ المعلوم. طب عرف المعلوم تقول لي هو العلم. يبقى اذا ايه؟ توقف كل منهما على الاخر، وهذا دور. وقد اخذ فيه ما هو متوقف عليه، فادى الامر الى ان كل منهما متوقف على الاخر وهو دور. ومع ذلك يعني أجيب عن هذه الأمور، يعني عن هذه الاعتراضات التي اعترض بها على مين؟ على السعد. لكن ما لا يحتاج لجواب أولى مما يحتاج له. يعني مثلا لما التعريف الأولاني، هل احتجنا إلى تكلف إجابات وأنواع من الدفاع والرد أو لم نحتج؟ لم نحتج. إنما التعريف الثاني حتى لو تقرر عندنا ورضيناه، لكن حترد عليه إشكالات وتحتاج إلى إيه؟ إلى أجوبة وإلى ردود. فأيهما أولى؟ أن نقبل ما لا يحتاج إلى إيه؟ إلى ردود أو إلى إجابات، وهو الأول. دليل بطلان الدور ليس كل الدور محال، يعني ليس كل الدور محال. الناس نوع الثاني نوع الدور هو الدور المعني. لا أصلا ده مش دور معي، ده دور حقيقي. الدور المعي ده ماله؟ يعني هو عاوز يقول لك انه مش كل ما يقال دور يكون باطلا،
الدور طالما إذا أطلقت كلمة الدور تنصرف إلى الدور الحقيقي ولا يكون إلا باطلا. أما الدور الآخر اللي هو مقيد بأنه معي فلا يكون إيه؟ فلا يكون باطلا، لأنه كل واحد منهم بيتوقف على الآخر ومع ذلك لا يكون باطلا، كتوقف الأبوة على البنوة والبنوة على الأبوة. يعني كيف ده؟ مثلا أنا مرة التقيت برجل من إيه؟ من أهل الحجاز، وكان معه إيه؟ طفل صغير، فقلت له هل هذا ابنك؟ قال لا أنا أبوه. ولكن إذا ما فيش بطلان هنا، لأنه طالما هو ابنك يبقى لازم تكون أنت أبوه، طالما أنت أبوه يبقى لازم يكون هو إيه؟ يبقى هل في هذا بطلان؟ اسمه الدور اللي ده الدور المعي. إنما الدور الحقيقي اللي هو أن يكون بين شيئين مش بين معنيين، دي الأبوة والبنوة دي معاني، يعني ما فيش حاجة في الخارج اسمها أبوة أو بنوة. يعني ممكن مثلا أنا متوقف وجودي على زيد، أنت اسمك إيه؟ صابر. أنا متوقف وجودي على صابر، وصابر وجوده هو متوقف على وجودي أنا، إحنا ذاتينه، يبقى كده ده باطل، لأنه عشان هو يكون متوقف علي أنا لازم أكون قبله، وعشان أنا أكون متوقف عليه لازم هو يكون بقى أنا العكس، يبقى كل واحد فينا هيبقى قبل الآخر وبعده، يعني أكون متقدما عليه ومتأخرا عنه. واضح كده؟ ده دور حقيقي وهو باطل. إنما الأبوة والبنوة ما فيش حاجة في الخارج اسمها أبوة ولا بنوة، لأنه ممكن يوجد في الشخص الواحد المعنيان، بخلاف الدور الحقيقي. يعني مثلا أنا ابن وفي نفس الوقت أب، هو في أب إلا ابن. وأنت لما تكون أب يعني معناها ما تبقاش ابن، لما أنت أصلا ابن الوالد اللي هو جابك، وهو ابن برضه، وأنت أيضا أب في نفس الوقت، أب وابن، يبقى أنت أب لابنك وابن لأبيك. يبقى هنا ما فيش استحالة ولا فيش بطلان، لأنه دي باعتبار أب وباعتبار ابن. إنما في المثال اللي قلته لك ده، يبقى هو أوجدني وأنا أوجدته، كيف ذي؟ لأننا لا نقول في الأب والابن أن كل منهما أوجد الآخر، نقول إن الابن متوقف في الوجود على أبيه، لكن لا نعكس، لا نقول إن الأب متوقف على مين؟ على وجود الابن، لأنه قد يكون أب من غير كلمة الإيه؟ من غير كلمة الابن، لأنه بالقوة وليس بالفعل. يلا. قولهم تتعلق بالشيء إلى آخره أو ينكشف بها المعلوم إلى آخره إشارة إلى تعلقه التمييزي القديم. وفي قولهم، أنتم ماشيين معي؟ وفي قولهم فين تتعلق صفة وجودية قائمة بذاته تتعلق. أو ينكشف بها المعلوم، أو يعني وفي قولهم يعني إيه؟ لازم تفهم كده، يعني في التعريف الأول تتعلق بالشيء، أو ينكشف يعني في التعريف الإيه؟ الثاني. إلخ. إشارة إلى تعلقه التمييزي القديم. يعني السؤال هنا، من أين أخذنا أن العلم له تعلق؟ أفرض أخذنا بالتعريف الأول وصفة وجودية قائمة بذاته تعالى من كلمة تتعلق، واضح كلمة تتعلق يعني لها إيه؟ تعلق. طيب لكن في التعريف اللي ذكره السعدي ما فيش كلمة تتعلق، يبقى نأخذها من ايه؟ من كلمة ايه؟ لا، ما مش موجودة كلمة تتعلق في التعريف الثاني، موجودة كلمة ايه؟ تنكشف او ينكشف. يبقى اخذنا ان العلم له تعلق من كلمة تتعلق في التعريف الاول ومن كلمة ينكشف في التعريف الثاني. إشارة إلى تعلقه التمييزي القديم. ليه ما قالش إلى تعلقه الصلوحي القديم أو التمييزي الحادث؟ يعني قال حاجة واحدة،
قال وفي قولهم تتعلق بالشيء إلخ أو ينكشف بها المعلوم إشارة إلى تعلقه التنجيزي القديم. إيه معنى الكلام ده؟ أن العلم ليس له تعلق صلوحي قديم وليس له تعلق تنجيزي حادث، فالعلم له تعلق واحد فقط تنجيزي قديم. طب سؤال هنا مهم، لماذا لا يكون للعلم زي القدرة تعلق تنجيزي حادث؟ الجواب واضح، لأنه حيستدعي أو حيستلزم سبق الجهل فيمتنع. لأنه لو كان تعلق تنجيزي حادث يعني معناه إيه؟ حادث يعني إيه معنى حدوثه؟ يعني وجوده بعد العدم، يعني سبق بعدم. فيبقى إذن العلم لأجل هذا ليس له تعلق تنجيزي حادث. طب سؤال ثاني، لماذا ليس له تعلق تنجيزي قديم صلوحي قديم؟ لا، لا، لأن كلمة صلوح يعني إيه معنى صلوح؟ يعني صلاحيتها، يعني كذا إذا القدرة معناها كذا في الأزل صالحة، لأن توجد الممكن صالحا، لأن توجد الممكن بحسب تخصيص الإرادة فيما لا يزال. أو معنى كلمة تعلق القدرة الصلوح القديم هي صالحة. كلمة صالحة يعني هل أوجدته بالفعل؟ يبقى لم توجده ولكنها صالحة لإيجاده، إنما تنجز يعني إيه؟ يعني تم أو أنجزت، يعني نفذت. وذلك تعلق القدرة تنجيزي حادث، إنما ملهاش تعلق تنجيزي قديم. ليه؟ لأنه لو كان لها تعلق تنجيزي قديم لكانت الأشياء موجودة مع الله تعالى في الأزل. أما القدرة لها تعلق إيه؟ صلوحي قديم، يعني صلاحيتها هي صالحة، مش معناها موجدة بالفعل، وإنما هي صالحة، يعني كأنها صالحة لإيجاده مع أنها لم توجده. فلو قلنا العلم صفة صالحة لأن يعلم الله بها أو لأن تنكشف بها المعلومات، فما هو صالح لأن يعلم لا يعلم؟ لما أقول لك الولد ده يصلح تعلمه، هل معنى كذا إنه هو تعلم ولا قابل للتعليم؟ فلو قلنا العلم له تعلق صلوحي قديم، يبقى معناها الله تعالى صالح لها، صالح للصفة، ولكنه ليس بعالم بالفعل. فعشان كذا امتنع أن يكون للعلم تعلق صلوحي أو صلوحي بالضم والفتح قديم، لأن من يصلح قدها كذا، لأن من يصلح لأن يعلم لا يعلم حتى يعلم، لكنه وهو صالح هل يقال انه عالم؟ زي ما اقول لك يعني هذا الولد يصلح لان تحفظه القران، وهو عندما اقول يصلح لان يحفظ القران هل اقول انه حافظ بمجرد انه صالح لان يحفظ؟ لا. فكذلك لا يقال انه عالم لانه صالح لان يعلم. فلو كانت لها تعلق صلوحي قديم يبقى معناه أنه تعالى لا يعلم ولكنه صالح لأن يعلم، وهو تعالى صالح لأن يعلم ولا هو عالم بالفعل. يبقى عشان كذا ليس للعلم إلا تعلق واحد وهو إيه؟ تنجيزي قديم، قديم مش حادث، لأنه لو كان حادث حيقتضي سبق جهل، ولو كان صلوحي حيكون معناها ليس عالما بالفعل ولكنه صالح لإيه؟ لأن يعلم.